حلقتنا اليوم بأوتوموبيل تجربة كتير مهمة للسيارة جديدة من عند إنفينيتي هي الكيو 50. هالسيارة اللي انتخبتها مجلة أوتوموبيل وأيضا برنامج أوتوموبيل على فيوتشر تي في كأفضل سيارة سيدان يابانية فخمة بالنسبة لتجهيزاتها الفخمة وأيضا الميكانيكية. كيو 50 مجهزة بمحرك من 6 أسطوانات سعة 3.7 لتر بيولد 322 حصان وبتمتلئ من الصفر للمية بحوالي 5.7 ثواني والسرعة القصوى 250 كيلومتر بالساعة. بحلقة اليوم رح نتعرف على أهم منافسات كيو 50 الألمانية وكمان رح نتعرف على السيارة الرياضية بي ام دبليو ام 4 مع التيارات المكشوفة الجديد. ونحن اليوم موجودين بمركز تك موتورز للصيانة. خلينا هلا نبلش حلقتنا مع تجربة انفينيتي كيو 50. انفينيتي كيو 50 الجديدة كليا والمنتمية لفئة سيارات السيدان المتوسطة الفخمة هي سيارة جديدة بالكامل من الفرع الفخم للصانع الياباني لنيسان، بيجي ليحل مكان طراز جي الشهير بعد ما تم تعديل كافة تسميات مجموعة انفينيتي من السيارات. وانفينيتي هي السيارة الأولى الجديدة بالكامل اللي بيتم إطلاقها بعد اعتماد هالتسمية الجديدة لتطلق معها الشركة اليابانية المنتمية تحت لواء نيسان حقبة جديدة بتاريخها. كان لنا لقاء مع مولودة انفينيتي الجديدة كيو 50 حيث اختبرناها لكم ما بين دولة الإمارات العربية المتحدة ولبنان. تتميز انفينيتي كيو 50 الجديدة بتصميمها المميز اللي بيجمع ما بين الأناقة والروح الرياضية اللي لطالما كانت من سمات سيارات انفينيتي وهو مستوحى من تصميم السيارة الاختبارية أسنس. وبتقدم المقصورة الداخلية بسيارة كيو 50 عناصر بتتمحور حول السائق مع سلسلة من ميزات الراحة والملائمة. وبيشتمل نظام الاتصالات Infinity InTouch الجديد على شاشة عرض ثنائية كبيرة بتشتغل باللمس وبتجعل الاتصال مع العالم الخارجي بمتناول اليد مع إتاحة الاتصال الهاتفي دون استخدام اليدين. وتوفير الملاحة بالخرائط المتحركة وعناصر الترفيه وتطبيقات الهاتف الذكي بطريقة آمنة وسهلة الاستخدام أثناء القيادة. تتوفر انفينيتي كيو 50 الجديدة مع محرك مؤلف من 6 اسطوانات سعة 3.7 لتر بقوة 328 حصان عن 7000 دورة بالدقيقة مع عزم دوران بيوصل ل 365 نيوتن متر متوفر عن 5200 دورة بالدقيقة بالإضافة لنسخة هجينة منه أو هايبريد تتوفر لأول مرة بأسواق الشرق الأوسط مزودة بمحرك عامل على البنزين مؤلف من 6 اسطوانات سعة 3.5 لتر مع محرك كهربائي بتوصل قوة هالنظام مجموعة 350 حصان مع عزم دوران مرتفع بيوصل ل 536 نيوتن متر كفيلة بدفع النسخة الهجينة من كيو 50 للانطلاق من 0 ل 100 كيلومتر بالساعة بخلال 5.1 ثواني. وبتجي جميع الطرازات مجهزة بعلبة تروس أوتوماتيكية مؤلفة من 7 نسب بتنقل قوة المحرك اختياريا إما للعجلات الخلفية أو الأربعة الدافعة.
وجهزت السيارة بشكل قياسي بآلية اختيار نمط القيادة من انفينيتي البيئي القياسي الرياضي الخاص بجميع الطرازات كجزء من نظام البيئة الرقمية التخصيصية المتقدمة اللي بتتيح للسائق عمل الإعدادات الخاصة فيما يخص المحرك ونقل الحركة والسيطرة وتوضيبات نظام التوجيه. وبتظهر التقنيات الجديدة لأول مرة على مستوى العالم بتطور الإنتاج الفعلي بسيارة انفينيتي كيو 50 تقنية التوجيه التكيفي المباشر ونظام التحكم النشط بالمسار، وبتيح نظام التوجيه الجديد إمكانية التحكم المتقدم بزاوية إطار كيو 50 ومعطيات التوجيه ونقل اللي بيريده السائق للعجلات بشكل أسرع من النظام الميكانيكي. وبتقدم السيارة 4 إعدادات مختلفة للتوجيه بتيح إمكانية التخصيص حسب اللي بفضله السائق أو للتوافق مع متطلبات الطريق. وبيستخدم نظام التحكم النشط بالمسار تقنية اكتشاف خطوط الطريق المعتمدة على كاميرا من أجل تعزيز القيادة بالخط السليم وتحسين استقامة خط سير المركبة. وبتتوفر انفينيتي كيو 50 الجديد كليا بدرجتي بريميوم والدرجه الرياضيه، وبتشمل الدرجه الرياضيه اسلوب القياده والمكابح الرياضيه ونظام التعليق الخاص بالاداء الرياضي. كما بتتوفر مزايا السلام المتقدمه بانفينيتي كيو 50 كجزء من باقه التقنيات المتوفره بكافه الطرازات.